الآن هكون معاكم النهاردة والأربع الجاي هنكون في احتفال الميرون والأربع اللي بعديه هنكون في أيام البسخة المقدسة. يبقى لو اتقابلنا بمعونة ربنا لو أحيانا رب وعشنا نتقابل الأربع اللي بعد العيد. وبهذه المناسبة عايز أقول لكم انكم في نهاية الصوم وقبل العيد هيكون عندكم بعض المناسبات المقدسة الكبيرة اللي فيها قداسات غالبية الناس بيحضروها ويتناولوا فيها ويستعدوا لها بالتوبة والاعتراف من دلوقت. من أهم هذه القداسات قداس جمعة ختام الصوم. جمعة ختام الصوم يعني الجمعة اللي هي في ختام الأربعين المقدسة، في ختام الأربعين المقدسة، ودي فيها أنديل وسر مسحة المرضى وبيصلوا على الزيت وناس كتير بياخدوا بركة هذا الزيت. وبعدين يجي أحد الزعف حد الشعنين وناس كتير بتبقى جايبة الزعف ومالية الكنيسة ومحتفلة بأحد الشعنين. وبعدين خميس العهد فيه قداس كبير يمثل القداس الرئيسي الأصلي الأولاني لما المسيح سلم تلاميذه سر الإفخارستية المقدس وغالبية الناس بيتناولوا فيه. بعد كده بقى هيجي سبت النور عيد القيامة. وفي قداس خميس العهد فيه اللقان اللي بيغسل فيه الأرجل بالمية والصلاة على المية. أنا عايز من الأيام دي أكلمكم على ثلاث حاجات، على الزيت الموجود في سر مسحة المرضى والمية الموجودة في اللقان والزعف وأغصان الزيتون اللي موجودة في يوم حد الزعف. ايه الحاجات دي وايه معانيها ورموزها وأسرارها في الكتاب المقدس؟ شوفوا، في اسبوع الآلام ما فيش رفع بخور وصلوات ليتورجية، صلوات تقصية، فلذلك ما دام مش هيعملوا رفع بخور من اجل الموتى يبقى في يوم الحد يصلوا جناز عام بالنسبة للناس اللي يموتوا في اسبوع الآلام. وبصفة ما فيش سر مسحة المرضى في اسبوع الآلام يبقى يعملوا لهم سر مسحة المرضى في يوم جمعة ختام الصوم. يبقى الناس اللي هيمرضوا في اسبوع الالام اتدهنوا بالزيت في جمعة ختام الصوم، والناس اللي هيموتوا في اسبوع الالام ربنا يعطي الحياة لكل واحد يبقوا خدوا
بركة الجناز العام يوم حد الزعل. يبقى ايه حكاية الزيت بتاع سر مسحة المرضى، وايه حكاية المية بتاعت اللقان بتاعت خميس العهد، ايه معناه؟ الروح القدس له رموز كثيرة في الكنيسة، من ضمن الرموز دي الزيت يرمز للروح القدس، هنجيب معانيها، ومن ضمنها المية يرمز للروح القدس، ومن ضمنها النار يرمز للروح القدس زي في يوم الخمسين محل الروح القدس بألسنة من النار، ومن ضمنها الحمام كما حدث في يوم عيد الغطاس، وفي حاجات تانية كتير. فهنا الكنيسة بتورينا ازاي الروح القدس بيعمل في هذه الايام المقدسة. ناخدها واحدة واحدة. المية بتاعت اللقان، المية بتاعت اللقان، اول حاجة المية بترمز الى روح الله وعمل الله نفسه، بدليل في سفر ارميا النبي ارميا 2:13 قال تركوني انا ينبوع الماء الحي ونقروا لانفسهم ابارا ابار مشققة لا تضبط ماء. يبقى المية ترمز لعمل ربنا وعمل روح الله، زي ما الكتاب بيقول من اول الخليقة في البدء خلق الله السماوات والارض وكانت الارض خاربة وخالية وروح الله يرف على وجه المياه، روح الله يرف على وجه المياه. وحكاية روح الله يرف على وجه المياه دي هنلاقيها في حتت كتير، زي ما بيرف على وجه المياه في سفر التكوين، بيرف على وجه المياه في المعمودية، بيرف على وجه المياه في هناخد امثلة كتير. والسيد المسيح تكلم عن هذا الماء في حديثه مع المرأة السامرية في يوحنا اصحاح 4، اتكلم عن الماء الحي او الماء اللي يسبب الحياة الابدية، وقال لهذه المرأة كل من يشرب من الماء العادي ده يعطش، ولكن من يشرب من الماء الذي اعطيه انا فلن يعطش الى الابد، بل الماء الذي اعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع الى حياة ابدية. فاصبح الماء رمز للحياة، ولا يوجد انسان في الدنيا يقدر يعيش من غير الماء، لا انسان ولا حيوان ولا نبات، هو رمز للحياة، الحياة الجسدية لأن ما فيش حد يقدر يعيش بيه من غيره، والحياة الروحية أيضا. لذلك شبه الإنسان الروحي كشجرة مغروسة على مجاري المياه. يعني ايه مغروسة على مجاري المياه؟ يعني على مياه الروح القدس اللي بترويه وبتتخلله وبتعطيه الحياة. فأصبح الماء له علاقة بالحياة. المسيح بيقول الماء اللي أنا أعطيه أنا يرمز للحياة الأبدية. وبعدين المسيح بيقول في يوحنا 7:38 قال من آمن بي يفيض من بطنه نهر ماء حي. قال هذا عن الروح القدس الذي كان المؤمنون به مزمعين ان يقبلوه. فالماء ده رمز للحياة، رمز للحياة من كل ناحية، جسدية وروحية.
ولذلك الإنسان الخاطي محكوم عليه بالموت. طب إمتى بيتخلص من هذا الموت؟ في المعمودية، يتغطس في المعمودية في الماء. تقول مجرد الماء يفيد؟ لا، ده اسمه الماء والروح، مولودين من الماء والروح، عشان كده بيأخذ حياة، بيأخذ حياة. الماء ده مش حاجة عادية، يرمز إلى الحياة. ويرمز للروح القدس وعمل. طب وإيه تاني؟ الماء أيضا يرمز إلى التطهير والتنقية، الطهارة والنقاوة، إلى الغسيل، يغتسل به الإنسان، يغتسل به في المعمودية من خطاياه الجدية والفعلية. عشان كده في تيتوس 3:5 بيقول: لكن بمقتضى رحمته خلصنا بغسيل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس. مية فيها الروح القدس والغسيل والتجديد، سواء في المعمودية أو في التوبة، التنقية من الخطايا. السيد المسيح قبل ما يناول التلاميذ يوم خميس العهد غسل أرجلهم عشان يتطهروا بغسيل الميلاد، وبعدين قال لهم: أنتم الآن طاهرون ولكن ليس كلكم، لأنه عارفهم وسلمهم. يبقى الماء يرمز إلى التطهير وإلى النقاوة. لذلك الكاهن في القداس قبل ما يبتدي القداس بيغسل إيديه ويقول: غسلت يدي بالنقاوة وطفت بمسبحك يا رب لأسمع صوت تسبحتك وأنطق بجميع عجائب. أغسل يدي بالنقاوة قبل ما طوف بمسبحك. فالماء رمز للتطهير. ولذلك انتوا لما بتاخدوا من ماء اللقان في يوم خميس العهد بيرمز الى الطهارة والنقاوة اللازمة قبل التناول، الطهارة والنقاوة اللازمة قبل التناول، زي ما المسيح غسل ارجل التلاميذ وقال لهم: انتم الان طاهرون، قبل ما يديهم السر المقدس. ولهذا بصينا لقينا واحد أبرز زي نعمان السرياني، إليش عن النبي يأمره بأنه ينزل في المية ويغتسل لكي يتطهر من برصه. الماء رمز للنقاوة والطهارة. ووجدنا الإنسان المولود أعمى، ربنا يقول له انزل في بركة سلوان يغتسل. ومريض بيت حزدة، دي للشفاء، ومريض بيت حزدة اللي كان يجي ملاكه يحرك الماء ومش لاقي هو طريقة ينزل للمية لكي يشفى، كانت المية هنا بترمز للشفاء، وتحريك الملاك ليها رمز لانه بيديها قوة للشفاء. ولذلك في ماء اللقان الكاهن او رئيس الكهنة بيحرك المية برشم الصليب فيها، بيحرك بيديها قوة بإشارة الصليب عشان تكفي للشفاء للتطهير للنقاوة. الناس اللي بيحضروا اللقان لازم يفهموا ايه الفوائد اللي فيها وايه المية. المية دي لان عمل الروح بيكون فيها. ولأنها ترمز للنقاوة بصينا لقينا أيام يوحنا المعمدان بينزلوا إلى مياه الأردن لكي يغتسلوا من خطاياهم بالتوبة. في المسيحية بينزل للمعمودية لكي يغتسل من خطاياه أيضا، بس يضيع الإنسان العتيق خالص ويقوم إنسان جديد على صورة الله ومثاله. المية دي ليها عمل. ولذلك وجدنا
معلمنا بطرس الرسول في بطرس الأولى آية 3 من 19 ل 21 بيقول الفلك الذي خلص فيه ثماني أنفس بالماء، لأن الماء هنا رمز للحياة ورمز للمعمودية، وأيضا الماء بتاع البحر الأحمر كان رمز للمعمودية زي ما ورد في كورنثوس الأولى 10، قال إنهم اعتمدوا لموسى في مياه البحر الأحمر. والعجيب أيضا إن كانت تقودهم سحابة، والسحابة عبارة عن مية بس مية موجودة فوق، فكانت مية من تحت في البحر الأحمر ومية في سحابة من فوق، وظلوا مظللين بالسحابة أي مظللين بهذا الماء الذي يرمز للروح. حاجة عجيبة في حكاية ربنا دي، ماء يرمز للتطهير بغسل الأرجل. طب ليه بغسل الأرجل؟ لأن رجلين الإنسان هي الجزء اللي بيمشي على هذه الأرض المادية، زي ما قالت عذراء النشيد غسلت رجلي فكيف أوسخهما. الإنسان بيغسل رجليه بياخد الطهارة، لكن طول ما هو ماشي على الأرض بياخد من تراب الأرض ومادية الأرض، فلازم يغسل رجليه مرة تانية من ناحية الرمزية، من ناحية الرمزية. الحكاية مش مجرد مية، ده الماء والروح. الصلاة الليتورجية، الصلاة الطقسية، بيعطي عمل الروح في الماء، مش مجرد ماء عادي، ما انتوا عندكم ياه في الحنفية وفي السهريج، لكن ده ماء وروح. الروح القدس بيعمل في الماء بالصلاة. واحد يجي يقول ايه يعني معمودية دي؟ واحد بيغتسل بالمية؟ لا يا حبيبي، ده يغتسل بالمية لو كان ماء فقط، لكن هنا الماء والروح بيغتسل بعمل الروح القدس فيه. والمعمودية دي حاجة تانية. ايه الحاجة التانية دي؟ اللطيف ان السيد المسيح في صلبه طعن في جنبه، لما طعن في جنبه خرج منه دم وماء. يعني ايه دم وماء؟ معلمنا يوحنا الرسول يقول الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الآب والكلمة أو اللوغوس والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. والذين يشهدون على الأرض ثلاثة، الماء والروح والدم، وهؤلاء الثلاثة في الواحد. يعني الماء والروح والدم يعني إيه؟ يعني أنت بتنال الخلاص بالدم، بدون سفك دم لا تحدث المغفرة، فالخلاص بالدم. لكن هذا الخلاص الذي تم بدم المسيح بتناله بإيه؟ بتناله بالماء في المعمودية. لكن الماء والروح، يبقى الدم والماء والروح زي ما جاء في يوحنا الأولى 5-8. الخلاص الذي تممه المسيح بالدم تناله أنت بالماء والروح، عشان كده خرج من السيد المسيح ماء ودم، ودلوا على حياته من ناحية الروح أيضا. ولهذا الدم اللي بتتناوله في سر الإفخارستية بيخلطه الكاهن بالماء، يقول مزجه من خمر وماء، دم وماء، عشان الدم بتاع الخلاص بتناله بالماء، بتناله بغسيل الماء في التوبة، وبتناله بغسيل الميلاد الثاني في المعمودية. ادي الدم والماء والروح، وبتناله الدم والماء في سر الإفخارستية. وهذا الخلاص نالوه في عبور البحر الأحمر
برضو. هربوا من عبودية فرعون لكي يكونوا تحت قيادة الله وتحت السحابة التي تظللهم. ما دام الماء يرمز للروح، فالرسل الذين كانوا يحملون الروح وينقلون الروح للناس شبهوا بالأنهار التي تحمل الماء العذب. لذلك في المزمور بيقول: رفعت الأنهار يا رب، رفعت الأنهار صوتها من صوت مياه كثيرة، عجيبة هي أهوال البحر. الماء العذب يرمز للرسل اللي هم الأنهار الروحية اللي بتحمل الماء. طب وصوت مياه كثيرة ده الماء المالح اللي بيقول عجيبة هي أهوال البحر. هذه الأنهار المقدسة اللي هي الرسل رفعت صوتا إلى الله، رفعت الأنهار صوتها يا رب انقذنا من المياه الكثيرة. يبقى المياه المالحة شيء والمياه العذبة شيء آخر. لذلك حسنا قيل في سفر التكوين: وفصل الله بين مياه ومياه. الماء أيضا مستخدم للبركة في الكنيسة، بيترش الماء على الناس، بياخدوا ماء من اللقان بيرش عليهم ماء للبركة في جناز اللي بعد أحد الشعانين على طول. وده يذكرنا بآية لطيفة جدا في حزقيال 36، بيقول ايه: ارش عليكم ماء طاهرا فتطهرون من كل نجاساتكم. شو بيقول ايه؟ بيقول: وارش عليكم ماء طاهرا فتطهرون من كل نجاساتكم ومن كل اصنامكم، اطهركم وأعطيكم قلبا جديدا وأجعل روحا جديدا في داخلكم. الماء ده بركة، بركة مصلى عليه، مش ماء عادي، مش ماء عادي، ده ماء مصلى عليه. في يوم عيد الغطاس وفي يوم اللقان بنجيب النبوات اللي فيها المية وبنجيب المزامير اللي فيها المية، كل دي علشان نشوف الماء الطاهر الذي يتطهر به الإنسان. ولذلك كان هارون وأبناؤه يغتسلون بالماء قبل أن يدخلوا إلى خيمة الاجتماع وقبل أن يقتربوا من المذبح المقدس. هذه حكاية المية اللي موجودة في الكتاب المقدس، ماء للحياة، ماء للتوبة، ماء للنقاوة والتطهير، ماء للبركة، ماء لسر الإفخارستية، ماء للمعمودية، ماء للحياة. يا ريت تحفظوا بركات المية دي كلها، لو سألوكوا في يوم تجاوبوا عليه. سواء غسيل من التوبة أو غسيل الخطايا الجدية، خطية جدية، زي ما حنانيا الدمشقي قال لشاول الطرسوسي: لماذا تتوانى؟ قم اعتمد واغسل خطاياك بالمية دي، مجرد رمز لكن ليها مفعول غسل الخطايا، زي ما قال بطرس يوم 50: توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لمغفرة الخطايا. الإنسان بيغتسل من خطاياه. وكما قيل في أفسس عن الكنيسة: مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة.
دي حكاية المية. والماء أيضا للشفاء زي ما قلنا. الزيت ده اتكلمنا عليه برضو، قلت لكم قبل ما نسافر برضو الزيت يرمز للروح القدس، ولذلك المسحة المقدسة كان بيحل بها الروح القدس، يعني مسح شاول ملكا فحل عليه الروح الرب وتنبأ، مسح داود ملكا فحل عليه روح الرب، كانت المسحة بتعطي حلول الروح الرب، لذلك المسحة دي ما كانتش لكل حد، وكانت تمسح الأماكن لكي تصير مقدسة للرب، تمسح الذبائح، تمسح الأواني المقدسة لتصير للرب. ولذلك الزيت كان يرمز للروح القدس. في فرق بين الكهرباء دي وهي بتدي نور والنور اللي بيجي من الشمعة، لأن الشمعة النور اللي فيها بيجي منين؟ نار وزيت. القنديل زيت ونار، السرب زيت ونار. الزيت يرمز للروح القدس والنار يرمز للروح القدس، ودول مع بعض. لكن الشمعة دي ما الكهرباء دي لباين فيها زيت، جايز نار ممكن. العشر عذارى اللي ما كانش عندهم زيت، الخمسة الجاهلات ما كانش عندهم زيت، يعني ما كانش عندهم عمل للروح القدس فيهم. لازم الواحد ياخد الروح، كل ما تقدمه ليك الكنيسة بتقدمه ليك من أجل الروح. تقول طيب مثلا أنت بتقول المية فيها الروح القدس، طب أنا اعتمدت بالمية وخلصت من الموضوع ده وتطهرت بالمية في اللقان أو غيره، طب بقية أيامي من التوبة أتطهر إزاي؟ تتطهر بالدموع، وهي مية برضه. الدموع دي عبارة عن ايه؟ عن مية. لذلك المرأة الخاطئة التي سكبت على المسيح الطيب على رجليه وبللتهم بدموعها ومسحتهم شعر رأسه، طيب ودموع، لكن انا يعني امام ضميري دموعها كانت لها رائحة أزكى من رائحة الطيب، واشتم السيد المسيح الطيب الذي في دموعها أكثر من الطيب الذي في قارورة سكبته على رجليه. طيب اللي هو دموع بيغتسل به الإنسان وبيتطهر. طب والزيت؟ الزيت بنستخدمه للإنارة، في الشموع، في المصابيح، في السرب، زيت نابع من الروح القدس. ولذلك لما بيجي الإنسان بيدهن بزيت الميرون بيحل الروح القدس فيه، لأن الزيت بيرمز للروح القدس، وبيأخذ الاستنارة الداخلية بالروح القدس. عشان كده في عبرانيين 6 بيقول لأن الذين استنيروا مرة، يعني اللي أخذوا الروح القدس وادهنوا بالميرون المقدس إلى آخره، لا يمكن تجديدهم للتوبة مرة أخرى إذا سقطوا، يعني ما نقدرش إلا ندهنهم بالميرون ولا ننزلهم في المعمودية. وبعدين يجي الرب في كلامه عن الخاطئة أورشليم في حزقيال 16 يقول لها كنت مدوسة بدمك ورأيتك وإذا زمنك زمن الحب فحممتك بالماء ودهنتك بالزيت. حممتك بالماء يعني تطهرت بهذا الماء المقدس في المعمودية، ومسحتك بالزيت، أخذت سر الميرون المقدس، أخذت الروح القدس
في سر المسحة المقدسة. كما ان الماء يعطي الروح وبالروح يعطى الانسان الشفاء، كمريض بيت حزدة، كأبرص إليشع نعمان الأبرص أيام إليشع، كذلك أيضا الزيت للشفاء. أمريض أحد بينكم فليدعو خصوص الكنيسة ويدهنوه بالزيت ويصلوا عليه، وصلاة الإيمان كشف المريض الزيت. ومارس التلاميذ هذه المسحة المقدسة للشفاء في آخر إنجيل ماري ماركوس إصحاح 16، بيقول هذه الآيات: تتبع المؤمنين يخرجون الشياطين باسمي إلى آخره ويضعون أيديهم على الناس فيبرؤون ويتنون بالزيت. مرقس 6 مرقس 6 12 13 بيقول: فخرجوا وصاروا يكرزون أن يتوبوا وأخرجوا شياطين كثيرة ودهنوا بزيت مرضى كثيرين فشفوهم. الزيت يرمز للروح، وإحنا دايما في سر الميرون بالذات بنستخدم زيت الزيتون النقي. وفي المسحة المقدسة اللي ربنا أمر بيها في سفر الخروج إصحاح 30 من زيت الزيتون النقي، ولذلك أصبحت شجرة الزيتون ترمز للمؤمن وترمز للكنيسة كلها. فداود النبي يقول: أما أنا فمثل شجرة زيتون خضراء في بيت أبي. ليه مثل شجرة زيتون خضراء؟ لأن شجرة الزيتون مليانة بالزيت، يعني مليانة بالروح القدس. بنوك مثل غصون الزيتون الجدد حول مائدتك. وفي سفر زكريا النبي يتكلم عن الزيتونتين اللي هما زيتونة رمز للشعب في العهد القديم وزيتونة رمز للشعب في العهد الجديد. هذا هو الزيت اللي تشبهت به الكنيسة. ولذلك جميل جدا ان السيد المسيح كان يذهب كثيرا الى جبل الزيتون، لأن جبل الزيتون ده يوري غصون الزيتون الجدد المملوءة بالزيت المملوءة بالروح القدس. فكان في جبل الزيتون بيشوف الكنيسة في عهدها الجديد اللي هي الكنيسة موجودة بالزيت، ممسوحة بالزيت. حتى عندما صعد من عند جبل الزيتون من الكنيسة الجديدة المدهونة بالزيت اللي الزيت اللي فيها يرمز لعمل الروح القدس. والزيت ايضا بيرمز للإنارة، زي ما بنقول المعمودية فيها استنارة، الزيت فيه إنارة برضو، واللي بياخده بياخد فيه الاستنارة. يبقى فاضل حد الزعف، الاحتفال بالمسيح كملك بأغصان الزعف. عايز اقول لكم حاجات بسيطة في الزعف وأغصان الزيتون. أول حاجة إن إحنا الزعف اللي بناخده بناخد قلب النخلة، قلبها الأبيض النقي، زي ما ربنا بيقول اعطيني قلبك. عشان كده حتى بياعين الزعف بيقولوا قلبك يا مسيح، لأن هو ده قلب النخلة. فدي تذكرنا بقلوبنا اللي مفروض تكون بيضاء وجديدة. القلب ده هو عبارة عن حاجة جديدة جاية في النخلة، فيبقى أبيض وجديد وقلب، قلب وأبيض وجديد. كمان هذا القلب اللي بيخرج من النخلة قلب طري، بتستطيع تشكله زي ما انت عايز، بتعمل منه صليب، بتعمل منه قربانة، بتعمل منه زي ما تعمل، سهل التشكيل.
زي العجينة اللي في يد الفخاري بيشكلها على كيفه. قلب بيستسلم للي بيشتغل بيه، يقول له أنا في إيديك شكلني كما تريد. فيبقى بناخد قلب النخلة، بناخد قلب أبيض، بناخد قلب جديد، بناخد قلب سهل التشكيل، تصنع به ما تشاء. وكتير ما بنعمله على هيئة صليب، ودي لها دلالتها أيضا. كمان النخلة اللي بناخد منها الزعف دي كانت رمز للأبرار، ولذلك في المزمور يقول الصديق كالنخلة يزهو. النخلة مشهورة بعلوها، فكذلك الأبرار يتميزون بعلوهم وبدوام نموها. كل مرة النخلة بتطلع لفوق شوية، اللي بيقلموا النخل بيقدروا يعرفوا ازاي كل مرة بيقطعوا الحوف اللي فيها دي وتبان حتة زايدة 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 كده، ومتجهة باستمرار الى فوق الى السماء، بتنمو باستمرار ومتجهة باستمرار الى فوق وباستمرار تعلو، وتعطينا فكرة عن حياة النمو الروحي وعن الاتجاه باستمرار الى فوق. وكون انها عالية جدا محافظة نفسها يدل على ان لها جذور عميقة جدا في الارض مسكاها، تشبه المؤمن اللي جذوره عميقة في الارض في الحياة الروحية. ولذلك النخلة جايز تكون رفيعة وطلعة لفوق وعلو كتير والرياح تهزها ماسكة نفسها. عمري ما شفت نخلة الرياح تهزها تقع ابدا، نخلة كده قوية شديدة ماسكة نفسها، مهما كان تحتمل الارتفاع تحتمل الرياح. النخلة ايضا تمثل حياة النسك والزهد، اتنين في الصحراء يحتملوا الجوع والعطش والتعب والرمل والحر، الجمل والنخلة هما الاتنين. لذلك الجمل يقدر يصوم شهور يصوم، والنخلة ساعات تكون مرمية في الصحراء ويمكن ولا احد بيعتني بيها، ومع ذلك بتأخذ غذائها من الأعماق من الداخل من الجذور الممتدة إلى العمق، وتحتمل النسك وتحتمل الحر وتحتمل عدم وجود غذاء. هذه الناسكة العظيمة التي توجد في الصحراء كانت طعاما أيضا للنساك والزهاد والسواح، زي أبو نفر السائح وأنبابولا السائح. أنبابولا كان نخلة في الصحراء وبيتغذى على نخلة تشابهه في المظهر وفي الجوهر. ترضى بالقليل. النخلة شجرة مثمرة وتعطي ثمرا حلو المذاق اللي هو البلح. والعجيب ان البلح اللي بتعطيه النخلة فيه طاقة حرارية قوية، لذلك الناس اللي مش عايزين يسمنوا بلاش ياكلوا بلح، فيها حديد وفيها سكر وفيها طاقة انرجي جامدة. كذلك المؤمن فيه غذاء للناس، كل من يلتصق به يذوق حلاوته ويذوق القوة والطاقة اللي موجودة فيه بنخلة مغذية. البلح اللي فيها مغذي وبيعطي طاقة، وأيضا يمكن حفظه بلا تلف مدة طويلة. مش في ناس في غير موسم البلح بياكلوا عجوة مثلا أو بلح محفوظ أو مجفف أو مشوي، تلاقي بتوع أسوان يمكن من الصعيد تاني بيقدروا البلح ده يشموه
ما اعرفش يحمر مش يحمروه يشقوه يسخنوه. ايضا النخلة كثيرة المنافع، ما فيش حاجة فيها الا وتنفع. ازاي؟ البلح بتاعها بينفع كغذاء، والزعف بتاعها بينفع. ده انا بقول لك انا عامل له ملابس من الزعف، والليف بتاعها بينفع، بيعملوا منه حبال، والأحفة بتاعتها اللي هي لما بيقطعوا الجريد الحتة التحتانية من الجريد دي بينفع وقود، والجريد بيسقفوا بيه بعض بلاد الريف بيعملوا منه. وجذوعها ايضا تنفع للسقوف، وساعات كانوا يعملوا منها خشب وممكن يستخدموها. حتى نفس جذع النخلة ده كانوا ساعات يقطعوه ويجوفوه من جوه وكانوا يدفنوا فيه الناس. بعض القديسين كانوا بيلاقوهم جذع النخلة مجوف ومحطوط من جوه ومتغطي بغطى تاني، يعني كل ما فيها مفيد، مفيدة للأكل، مفيدة لللبس، مفيدة لعمل الحبال بالليف اللي فيه، مفيدة بيستخدموها في السقوف، مفيدة حتى في المدافن، ما فيش حاجة فيها إلا مفيدة. الصديق النخلة يسوى كل ما فيه فوائد. حتى النخلة يقول لك تضربها بالطوبة من بعيد تنزل لك ثمر كويس، تعطي فكرة عن الإحسان إلى المسيئين إليك. هي النخلة تقول له من غير ما أنت تخبطني بطوبة ونزل لك، بل أنا هنزله لك لوحدي، بس صبرك على نفسك وأنا أعطيك دون أن تطلب، حتى لو طلبته بالعافية أديك برضه. ادي سعف النخل. يا ريت واحنا بنشوف الزعف في يوم حد الزعف نكون شايفين الفوائد الكبيره دي والتاملات الروحيه الموجوده في النخله وفي الزعف بتاعها. استقبلوا المسيح يوم احد الشعانين بسعف النخل وباغصان الزيتون، والزيتون يرمز الى السلام اللي لينا مع الله لما نستقبله كملك في يوم احد الشعانين، ويذكرنا بزيت الزيتون اللي في المسحة. ارجو لكم عيدا طيبا، واتفضلوا صلوا.